تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان كل على حدة. فقد تقبل جلالته أوراق اعتماد كل من سعادة السفير يحيى الوال سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان. وسعادة السفير روبرت روستيك سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس الدكتور أندري دودا رئيس جمهورية بولندا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة المطران الدكتور نيكولاس هنري ماري دين ستيفينن سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان معتمدا لدى سلطنة عمان. وسعادة السفير بولغان إنكتوفشين سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا معتمدا لدى سلطنة عمان. Thank you.
وسعارة السفير ديفيد بيلاسكيس كارابايو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية معتمدا لدى سلطنة عمان. وسعارة السفير موغوبو ديفيد ماغابي سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس الدكتور سيريل راماپوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وسعادة السفيرة ليزا لوتا بليزنير سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك معتمدة لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العماني بدوام التطور والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته معربين عن بالغ تشرفهم وعظيم سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته مؤكدين بذل أقصى جهودهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع سلطنة عمان في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم. وقد رحب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكراً قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة مؤكداً لهم على أنهم سيلقون كل الدعم والتقدير من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني بما يسهل أداءهم مهام عملهم. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مع السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومع السيد وزير الخارجية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.